عامني على رحيل الشاعر السوري الكبير مروان الخاطر، وفي ذكرى رحيله الثانية احتفت دار ديلمون الجديدة للطباعة والنشر واتحاد الكتاب العرب بإصدار مجموعة الأعمال الكاملة للشاعر الراحل، وذلك في دار اتحاد الكتاب العرب وسط حشد من الشعراء والأصدقاء والمحبين. تفاصيل أكثر مشاهدينا بالتقرير التالي مع زميلتنا سناء إبراهيم. اشتقت له كثير، افتقد الى فنجان الشاي الذي اصنعه لي له بيدي. ضليت منتظرهم لدرجه انه فكرت عم راحوا لمقابر اخرى يعني. اما وقد ذهب الذين نحبهم فان الكلام يحلو لانوارهم الحاضره وهمس ارواحهم التي ما زالت تبعث ترانيمها في قلب كل محب عرفهم. عماني على رحيل الشاعر السوري الكبير مروان الخاطر، وفي ذكرى رحيله الثانيه تكريم يليق بالرجل البدوي الذي أخلص للصحراء وبقي وفيا للريف والفرات الذي أحب وعشق، تكريم للشعر والورق الذي أبقى الخاطرة حاضرا بيننا. دار ديلمون الجديدة للطباعة والنشر ولمناسبة هذه الذكرى احتفت وبالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب بإصدار مجموعة الأعمال الكاملة للشاعر الراحل والتي ضمت 7 دواوين شعرية. حشد من الأصدقاء والشعراء والمحبين حضروا التكريم وكان لهم الكثير من الكلام الطيب الذي قيل في حق ابن الفرات. مروان الخاطر ابن مدينة البوكمال الفراتية السورية، منغمس في بيئته، هذا باد في أشعاره، منتمن لبلده ولشعبه انتماء أصيلا عميقا جسده في مسيرته الشعرية. له أيضا بالتوازي تجربة إعلامية عميقة، حيث كان كاتبا للتمثيليات الإذاعية في التلفزيون ومراقبا ومدققا للبرامج التلفزيونية ومعدا لمئات البرامج التلفزيونية الصعبة التي لا يستطيع أن يعدها إلا المختصون جدا في الثقافة العربية الأصيلة. لم أجد في حياتي أنبل وأنقى وأكثر تهذيبا من مروان الخاطر، لدرجة أني أنا كما قلت منذ قليل أنه كان مهذبا لدرجة مستفزة، يعني تريد أن تجد عيبا شيئا ما، ملاحظة لا تجد. مروان الخاطر يكاد أن يكون شخصا بلا عيوب، هو بوصلة، بوصلة في الإنسانية، بوصلة في الأدب، في الشعر، في اللغة، في الصفات الحميدة، بكل ما يخص الحياة الإنسانية والعملية، الإخلاص والدقة بالعمل، خوفه على الإنسان، ما من كان أينما كان يحب الإنسانية، يحمل في قلبه هم الطفولة، هم الإنسان، هم الوطن، هم الوطن العربي كله. أفتقد إلى فنجان الشاي الذي أصنعه لي له بيدي، وإلى فنجان القهوة السريعة الذي أستمتع عندما يطلب مني أن أحضر له هذه القهوة. لا يوجد شيء لا نفتقده فيه، كل شيء نفتقده. بحب أقول لمروان الخاطر شكرا، شكرا على هذا اليوم اللي كان كتير حلو، وشكرا على كل الأيام اللي كنت مرافق فيها وعشنا سوا، شكرا لكل حرف تعلمته منه، شكرا لكل لحظة ولكل إحساس ولكل صفة. أي شيء ممكن يكون لطيف بتكوين وضاح الخاطر فهو قطعا جاي من مروان الخاطر، فشكرا كثير، وبهذا اليوم تحديدا لازم أشكره شكر كثير خاص، شكرا. رحلة شعرية طويلة امتدت على مدى 60 عاما استلهمت بوحها من البيئة الفراتية الغنية، بدايتها كانت ديوان الناي الجريح وآخرها قصائد مراثي الروح، وفيها يمكنك أن تعيش غربة روح الشاعر وتسمع بوح قلب الأب المفجوع برحيل الأحبة، وهو ما ترجمه لاحقا بامتناعه عن الكتابة، لأنها كما قال لولده وصديقه الأبقى والضاح ترف لا يستطيع احتماله في ظل ما نعيشه من فقد وأحزان. ككل أصحاب الرؤى كان مروان الخاطر يرون أبعد مما يجب ويحتضرون أكثر مما يتطلب احتضار الحياة.
هو ابن دير الزور وصنعاء ودمشق، ولد ونشأ في مدينة البوكمال في محافظة دير الزور عام 1943، غادر إلى اليمن وبقي فيها 3 سنوات، عمل خلالها في التعليم والصحافة، ثم عاد إلى دمشق واستقر فيها، وخلال تواجده في دمشق عمل في الإذاعة وشغل عدة مواقع ثقافية وإعلامية، وألف العديد من البرامج الإذاعية والمسلسلات التلفزيونية، وكان عضواً في اتحاد الكتاب العرب واتحاد الصحفيين. في ذكرى رحيل الشاعر مروان الخاطر نقول: سلام على دمشق وصنعاء، سلام عليك وعلى الفرات.